السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب. مرحبا بكم في القناه ديالي عين الوالي، ومرحبا بالناس اللي عاد التحقوا بالقناه. ما تنساوش تشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، وكنتمنى تخليوا لي التعاليق. اليوم جيت نوجد معكم بسبوسه تركيه بلا كريم، كتجي زوينه، نتمنى تجربوها. نبقاو مع المقادير. بسم الله على بركة الله. عندي 4 البيضات وجوج خمارات، وحدة الفاني وخمارة بيكنج باودر، وبهاد العلبة ديال دانون هي اللي غنعبرو بها. عندي الزيت 2 علب، وعندي 2 علب معامرين شد ديال الدقيق الفورس الرطب، وعندي علبة ديال دانون، وعندي علبة واحدة ديال الكوك، وجوج علب ديال السميدة، وجوج علب ديال السكر سنيدة. غادي نديرو البيض ديالنا، 4 البيضات واخدين حرارة المطبخ. غادي نزيدو السكر سنيدة، وغادي نزيدو الزيت 2 علب ديال دانون ديال الزيت، والياغورت ديالنا، وغادي نطربو هادشي مزيان. وغادي نزيدو الساشية ديال الفاني، وغادي نزيدو 2 علب ديال الدقيق مع عمرينش، وغادي نطربو مزيان. وهنا البنات غادي تقسمو هاد الخليط هذا على جوج، يكون قد قد، هنا غادي نقسمو الخليط ديالنا على جوج، وغادي نديرو علبة واحدة ديال السميدة، وغادي نديرو الكوك نص كمية.
من بعد غادي نديرو الخميرة ديال بيكنج باودر، نص معلقة صغيرة، وغادي نخلطو مزيان. ودابا غادي ندهنو اللاطة ديالنا بالزبدة ونرشوها بالطحين، وغادي نديرو الخليط ديالنا الاول اللي خلطناه بالسميدة والكوك ونديروها طيب حتى نشوفوها قبطات راسها، وديك الساعة غادي نخرجوها وغنديرو لاكريم ديالنا. تابعوا معايا باش تشوفوا طريقة ديال تحضير البسبوسة التركية بلا كريم. ودابا غادي ندخلوها للفران، نطيبو الطبقة الأولى، ومن بعد غادي نحضرو لاكريم ديالنا. عندي في لاكريم عندي نص سطر د الحليب، وغادي نزيد سنيدة، ثلاثة المعالق كبار سنيدة، وغادي نزيد لاكخيم باتيسري، غادي ندير ثلاثة المعالق ديال لاكخيم باتيسري، وغادي نخلطو مزيان، وغادي نخلطو مزيان، وضانون غادي نخليو حتى يعني حتى طيب لنا الكريم، وعاد نزيدوها مباشرة نخوي فوق البسبوسة ديالنا على الطبقة الأولى. والبنات منين ديرو هي طيب فوق البوطة ما تحبسوش من التحراك، والبوطة ما تكونش مجهدة وما تكونش قليلة، أهم حاجة ما تحبسوش من التحراك باش ما كتلصق لكمش. هانتوما شتو الطريقة، بقاو تحركو يعني حتى تعقد لاكريم، وهي لاكريم ديالنا وجدات. غادي نزيدو
دانون غادي نخلطو مزيان وغادي نديرو لاكريم على الطبقه الاولى وغادي نرجعوها طيب ونحسو بها شدات راسها غادي نخرجوها ونكملو معاكم الطبقه الثالثه. ودابا غادي نرجعوها طيب ومن بعد ما طيب غادي نكملو الطبقه الثالثه ان شاء الله. دابا غادي نزيدو داك السميده اللي بقات لنا وعلبه ديال السميده وغادي نزيدو الكوك اللي بقى لنا وغادي نزيدو نص خماره اخرى ديال خميرة بيكنج باودر. غادي ندير غير شوية على ما طيبنا الطبقه ديال لاكريم غادي نوجدو السيرو باش نسقيوها. غادي نديرو كاس ديال الماء وغادي نديرو سنيده جوج معالق كبار وغادي نديرو السيرو ديال الحامض اللي كنت وجدت معاكم ديك المره راني حطيت لكم فيديو. غادي ندير تقريبا واحد جوج معالق كبار وغادي نديرو على البوطه ومن بعد نسقيو به البسبوسه ديالنا ان شاء الله. من بعد ما الكريم ديالنا شدات راسها يعني طابت غادي نزيدو الطبقه الثالثه ديالنا ديال البسبوسه الخليط ديال العجين وغادي نرجعوها طيب ومنين نشوفوها تحمرات مزيان غادي نرجعوها لتحت باش تحمر ليها الطبقه الفوقانيه ان شاء الله. وديك الساعه نسقيوها بالسيرو ونبقاو ان شاء الله مع الطريقه ديال التقديم وتزيين. ومن بعد ما طابت لنا البسبوسه ديالنا غادي نتقبوها بالفرشيطه مزيان باش السيرو يدخل فيها كامله وغادي نسقيها مزيان نزيد نتقبها لتحت حتى الطبقة التحتانية باش حتى هي تشرب. وهنايا الطريقة ديال التزيين كتبقى اختيارية كل واحد باش ما بغى يزوقها وعلى الشكل اللي بغى.
انا خديت هكا الورقات وغادي نديرهم، شديت بهم العبار وغادي ندير سكر كلاصي ومن بعد غادي نحيد هاد الوريقات هادو وغادي ندير كاوكاو مهرمش في هاد الطبقة هادي في هاد الخطوط اللي بقاو خاويين. وغادي ندخلها الثلاجة تبرد مزيان، خليوها البنات حتى تبرد مزيان. انا راني اضطريت نجبدها قبل شي شويه يعني ما بردتش مزيان، ومن الاحسن من الاحسن خليوها حتى تبرد مزيان باش كتشرب داك السيرو، باش ملي كتقطعوها كيجيو الطبقات باينين مزيان واضحين، وملي كتبرد بزاف ما تشبعوش منها كتجي زوينه، عكس انني جبتها قبل شي شويه ما يعني ما خليتهاش تبرد بزاف. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي زوينه وبنينه وفيها النكهه ديال الحامض والكوك. وبالصحه والراحه، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.